السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس التاسع من سلسلة دروس لغة الجافا. في الدرس غادي نشوفوا دالة جديدة هي الدالة فور، دالة من دول التكرار. باش نفهموا مزيان هاد الدالة سوف نقوم بإنشاء برنامج الدور ديالو هو إظهار ترتيب الأعداد من 0 إلى 9. الحالة غنحتاج واحد الفاريبل من نوع عدد صحيح طبيعي انتجر، نعطيه سمية نمبر ونعطيه قيمة. دونك القيمة اللي غادي ياخد هي 10، دونك ممكن نعطيه 9 ممكن نعطيه 10. دونك الدالة اللي غتعاوننا على إظهار هذه البيانات هي الدالة فور، كتكتب كوم سا، نستعملو كنترول اسباس كتعاوننا في كتابة الدوال. دونك كيعطينا الدالة مكتوبة بصفة عامة. دونك اش كتعني هذه الكتابة؟ فور كتعني الدالة فور من اي يساوي صفر حتى الاي، غنبدلو هاد لانفورماسيون، حتى الاي يساوي 10، حتى الاي اصغر قطعا من 10. علاش قطعا من 10؟ حيت بغينا من صفر حتى 9. الا بغينا من صفر حتى 10 خصنا نزيدو هنا او تساوي. حنا بغينا من صفر حتى 9، اذا اخت يكون من صفر حتى الاي اصغر قطعا من 10، واخر عدد اصغر قطعا من 10 هو 9. اي بلس بلس كتعني ان ديما تبقى تزيدنا بواحد. اي في البداية يساوي صفر إذا زدنا عليه واحد هو واحد، واحد إذا زدنا عليه واحد هو جوج، جوج إذا زدنا عليها واحد هي ثلاثة، وغيبقى غادي حتى يوصل للتسعود، يعني أصغر قطعا من 10، وديك الساعة يحبس. دونك هنا كيبقى إظهار القيم بواسطة سيستم بوينت أوت بوينت برينت لاين. دونك غنقولو ليه أفيشينا إي، لان اي هي القيمه اللي كتبقى تبدل. اي في الاول كتكون تساوي صفر، كنزيدو عليها واحد كتولي تساوي واحد، كنزيدو عليها واحد كتولي كتساوي جوج، وتبقى غادي تحبس في اصغر قطعا من 10 كما قلنا. كيبقى دابا الا نفذو البرنامج ران، فوالا عطاني من صفر حتى 9. الا درت هنا او تساوي غيعطيني من صفر حتى 10، يعني او تساوي 10 داخله. ممكن نزيدو هنا واحد الكلمه او حرف، مثلا نيميرو. في هذه الحاله خصني ندير هنا بلاس انه فاريابل. دونك نعاود ران، فوالا كيعطيني من صفر حتى 10، نيميرو 0 نيميرو 1 الى اخره. دونك دالة فور، دالة ديال التكرار، كتبقى تعاود لينا واحد العملية. العملية اللي كيعاود لينا هنا هي ديما كيبقى يزيد بواحد انطلاقا من صفر. إذا كان هذا فيما يخص دالة التكرار فور، إلى الدرس القادم إن شاء الله.